زهرانية تتعرض للاحتيال من قبل نصاب كويتي. سعود القحطاني ينسرق بيته وبيت أمه من قبل شغلتهم حليمة. زوجة تكب صحن العدس على زوجها بسبب تافه. صدمة كويتية تصرح صلاة الجمعة واجبة وباقي الصلوات غير واجبة. مشهور تيك توك يستشير متابعينه في بعض أنواع المشروبات الكحولية. كل الأخبار راح نعرفها اليوم في حلقة جديدة من مين مكسر السوشيال ميديا، معي أنا عبد الرحمن السيد، وكالعادة أحب أقول لكم يا مرحبا بكم. سعود القحطاني وحليمة كانوا أجمل ثنائي حتى وقع الفرق. حليمة انحاشت بعد علاقة استمرت سنوات، وكانت هي المحتوى الأقوى لسعود على تيك توك، وكانت أحد داعمين سعود على تيك توك. حليمة قررت الهرب. سعود كان جدا حزين بهذا الخبر وطلع في فيديو وصرح وقال: نتبتها وانحاشت، دورتها بنت الذين ما لقيتها، دورتها يا الربع بنت الذين وين راحت؟ فشخت الاغراض وحطت رجلها. الله بس الله، اللي بس يشوفها واللي يقز ذا المكان، بس اللي عليك تبلغ الدوريات انك تشوف لك حل. ابشر يا سعود، انا والشباب طالعين الان ندور على حليمة. ما عليك، الموضوع عندي والموضوع بسيط ان شاء الله بنلاقيه. حليمة 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 حليمة، بعد شاف حليمة حليمة، اطلع من الشباك الثاني شوفها يا حليمة. شهير هذه مو حليمة؟ لقيناها. حليمة 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 حليمة، تعال 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 حليمة. الله لا يحط احد مكان حليمة، كل السعودية تدور عليها وحليمة تناقز من شارع لشارع. اتوقع صبت الشغالات اللي اخذوا حليمة قرروا يستغنوا عنها. اصلا يا حليمة يا هبلة، من راح يشغلك ونص السعودية تدورك؟ صح نقرب تشتغلي عندنا. ما حد محزني غير رافي الزهراني حقت التيك توك، طلعت ومبسوطة انها تزوجت شيخ كويتي. من اول نظره شفتك قلت هذا اللي تمنيته. بعدها طلع الشيخ نصاب، قصدي انه ما طلع شيخ، قاعد نصاب جالس يستغل جمالها الحلو. الله يهدي الله يهدي، والله كسرت خاطر الحلوه، قصدي ايلاف. انت يا ايلاف الله يهديك، ليه ما خليتيه يكلم ابوك؟ وراح لابويا وتكلم مع ابويا، هو في الاخير طلع انسان مو كويس، الله يستر عليه بكيفه. يس الحمد، يعني وما طلع كويس، ما طلع كويس، الله يهديه ويستر عليه. هو داخل نصب بنصب من البداية. الهوية اللي كان مرسلها كانت كذب، ووقت التحليل حق الزواج اوكي طلعت ان الهوية غير صحيحة، انتهى النقاش. صح انها طلعت كذب، اصلا كذاب كذاب. ايش تبي فيه؟ ايش تبي فيه يا ايلاف؟ فلوس فلوس، وسخ دنيا الفلوس وجمال. يعني عادي احيانا بعض الشباب الجميلين يكونون موجودين قدامنا وحنا ما نشوفهم، يكونون شباب جميلين اسمرانيين مفتولين العضلات شوي، عندهم كرشه يعني، وبغمزه يطيحوا خمسه بغمزه. شوفي علي، بسالك وش رايك فيني؟ ما شاء الله ما شاء الله خايس. نرجع لموضوع ايلاف، والله كاسر خاطري، الله لا يكسر خاطر مسلم. يرضيكم اللي صار في البنت؟ يرضيك يا عمي يا ابوها، يرضيك يا عمي. صراحه ما حد قال لها هي صار تطلع، يعني الله يهديك يا ايلاف، ما حد قال لها تطلع وتقول انها تزوجت شيخ ومدري ايش. لا تستغرب بكره ان طلعت وقالت خطبني شاب اسمراني عندك الروشه. لا تستغرب، لا تصدقوا اي شيء انتم كمان. مشاهير التيك توك مشكلة. في واحد من مشاهير تيك توك صاحب رافي القحطاني، مو انا اللي اقوله، هو مصور معه. شوف، تشرفت فيك يا سعود العنزي، وفرصة سعيدة اني شفتك. والله انا اسعد. المهم هذا يا حبيبي واحد من مشاهير تيك توك الجدد حب يستشير متابعينا استشارة غريبة، واستشارة في نوع المشروب الكحولي اللي يشربه
وقال انه قهوة مصور حاجات غريبة. ودي اطلب لي قهوة بس ما ادري اي نوع تنصحوني فيه. ايه كابتن ابو الشباب هديها يا خوي، تحمست شكلك ولا مكثر النكهة ولا ايش السالفة؟ ما تدري شنو فيه؟ نشرها بعد تيك توك وعام للجميع حبيبي، حقون هيئة الاعلام لو يشوفونها يورونك اي نكهة بغرامة على كيفك. حلقة اليوم عبارة عن صدمات متتالية. ادري نعم ادري انها صدمات متتالية. تفضل اخوي شوف اختنا من الكويت شنو تقول. في محلات ترضى او صاحب محل يرضى ان مجمعة يتسكر او محله يتسكر اكثر من ربع ساعة نص ساعة، في زباين تبي؟ لا 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 طبعا صلاة الجمعة بس هي الواجب. اجل صلاة الجمعة واجبة، باقي الصلوات سنة. انا من ما شفت حواجبك غاسل يدي وربي، ما ادري كيف تسوي حواجب. قاعد احاول يا جماعة. مولع السوشيال ميديا انتشر امس في احد مطاعم ابا وهي مضاربة بين زوج وزوجته. ليه كل ده يا ساتر يا لطيف؟ وش صاير؟ تخيلوا بس عشان قال لها انه بيتزوج عليها. يا اخي الحريم صايرين غريبين، بس عشان بيتزوج عليك تكب صحن العدس بوجهه. اخي الزوج بارك الله فيك، يعني انت بتتزوج عليها وتعزمها على عدس؟ عدس يا مفتري عدس يا اخي، نزل لا ذبيحه وفي مجلس البيت وخذ لك كم كف ولا من شاف ولا من دري. الله يهديكم بس يا الحريم، الله يهديكم. متابعي بيري مكسر السوشيال ميديا، وصلنا لنهايه الحلقه. ان شاء الله انها كانت حلقه خفيفه ولطيفه على قلوبكم. انا اخوكم عبد الرحمن السيد، أشوفكم كل اثنين وخميس الساعة 9 بتوقيت السعودية. كالعادة أحب أقول لكم في أمان الله.